للحديث عن إجراءات محتملة لعزل ومحاكمة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب بعد أحداث اقتحام الكونغرس، ينضم إلينا من لندن الداتوك أحمد عامر المستشار في العلاقات الدولية. أهلا بك أستاذ أحمد. في البداية، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لا يستبعد خيار عزل ترامب، كيف تقرأ الخطوات لعزل ترامب في بلد مثل الولايات المتحدة؟ تحياتي لكم أستاذ مصطفى، وتحياتي للقائمين على قناة الرافدين ومشاهدينكم الكرام. أهلا بك. نحن أمام معركة كبيرة بين الديمقراطية وبين الدكتاتورية، صراع حاد جدا بين رئيس متهور دعا المتطرفين من الشعب الأمريكي إلى الذهاب وإلى غزو الكونغرس، قلعة الديمقراطية في أمريكا والعالم، بأوامر مباشرة، وأمام نواب يطالبوا بأن الديمقراطية لابد تأخذ مجراها، وأن هذا الرئيس المتهور لابد أن يحاكم أو يعزل. ولا نقول إن هذا فقط، كما أيضا تفضلتم في تقريركم، لا نقول إن هذا فقط يأتي من قبل الديمقراطيين، الحزب الديمقراطي، ولكن نحن نرى الآن عدد كبير من الجمهوريين وعلى رأسهم نائب الرئيس كما تفضل يطالب بالوقوف. نعم. وقفة هامة هنا. هذه الوقفة، مدى الوقفة، هل عزل الرئيس أهم محاكمة الرئيس أم الاستمرار الرئيس في 9 أيام الباقية؟ كل هذا مطروح. نعم. ومطروح بقوة في هذه الأيام. نعم سيد أحمد، أكثر من 200 مشرع في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية يدعمون المبادرة الخاصة بعزل ترامب، إلى أي مدى يؤكد أن الديمقراطية الأمريكية أهينت في عهد ترامب؟ هذا شيء مهم جدا وسؤال جميل. نحن رأينا كيف حاول ترامب تزوير الانتخابات، كيف حاول هذا الرئيس المتهور كما يقول الأمريكان الضغط وعدم إقرار الانتخابات، نتائج الانتخابات، محاولة تزوير الانتخابات في اتصالات هاتفية سجلت عليه، ففعلا كان يوجد ضغط قوي جدا. فإذا هؤلاء الأعضاء من ديمقراطيين وجمهوريين من الممكن جدا أن يستطيعوا أن يحققوا شيئا، ولكن هذا أيضا يعطينا نتيجة أن البلد تمر بحالة انقسام حاد. نعم. جدا، وأن الحزب الجمهوري أيضا. نعم. يمر بحالة انقسام شديدة جدا. وماذا عن الموقف الذي اتخذه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس؟ ما الذي دفعه للتخلي عن ترامب في هذه اللحظات، وهو الرجل الذي عرف أنه لم يصطدم به رغم مخالفته له بالآراء؟ لم يصطدم به، صحيح، على مدار سنوات 4 كان يسمع له برغم أنه مختلف معه، لكن جاءت اللحظة الحاسمة التي رأى فيها بنس أن الحزب الجمهوري ينهار، وأن ترامب يأخذ الحزب الجمهوري إلى الهاوية، وأن الحزب الجمهوري بعد أن خسر مقعدي جورجيا في اللحظة الأخيرة بسبب تطور ترامب، وأن الذي يفعله ترامب هو التدمير للديمقراطية واقتحامه بسبب ادعاءاته وما إلى ذلك للكونغرس. كان لابد أن يقف موقف يختلف فيه مع الرئيس الذي أتى به، ويصدر أوامره للشرطة والجيش أن تأتي لتحمي الكونغرس. نحن رأينا جميعا أن الشرطة والجيش جاءوا متأخرين، قوات الحماية لم تصل لساعات طويلة، بقي فيها هؤلاء المحتجين أو المقتحمين للمبنى يدمرون في المبنى ويعيثون فيه فسادا. نعم. والأمن بعيد. سيد أحمد، في إجابتك على السؤال السابق جئت على ذكر وجود انقسامات في الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال هنا، في حال تواصل الضغط السياسي فعليا على ترامب ويعني تم تثبيت فكرة محاكمته، هل يمكن أن تشهد الولايات المتحدة مثلا وجود صدامات أشد من التي شهدتها على الأرض، ربما تقود مثلا إلى حرب أهلية؟ هل هذا وارد؟ هذا وارد، وتكلم عنه الكثير داخل الحزب الديمقراطي وداخل الحزب الجمهوري أيضا. الذي فعلته هذه المجموعات المتطرفة، اليمين المتطرف داخل الكونغرس وداخل ولايات كثيرة، واقتحامهم بهذه الصورة، يعني هذه المجموعات ممكن تعمل أكثر من شيء. هؤلاء دخلوا بالسلاح داخل الكونغرس، هؤلاء اقتحموا مباني كثيرة في ولايات كثيرة
بالسلاح ويتظاهرون ومعهم السلاح، هؤلاء ضد السود، ضد الملونين، ضد اللاتين أمريكان الذين جاءوا من أمريكا اللاتينية، ضد المسلمين. ورأينا زعيمهم في الكونغرس عبر مساجلات سجلت له ومكالمات هاتفية يقول سأقتل رئيسة المجلس ثم أخرج وأهتف الله أكبر، ويتهم المسلمين. إذن القضية كبيرة جدا، ممكن أن يحدث حرب أهلية، ممكن جدا، وللأسف ترامب يدعم هذا الاتجاه. وسائل إعلام أمريكية نقلت سيد أحمد عن ترامب أنه نادم على خطاب نقل السلطة لمنافسه بايدن، كيف أثر هذا الرفض على مكانة أمريكا كدولة ديمقراطية إن صح التعبير؟ سؤال وجيه. نحن عندما رأينا ترامب وهو يرحب بعبد الفتاح السيسي ويقول مرحبا بالدكتاتور المفضل، وسخر منه الإعلام العالمي ليس الإعلام الأمريكي فقط، فكانت سخرية على مدار فترة طويلة. لكن رأينا الآن ترامب يفعل كما يفعل كثير من الحكام الذين ينعتون بالدكتاتور من هنا ومن هناك. ترامب عندما يقول أنه نادم عن هذه الخطوة، وعندما يتحدث مع قيادات لهذه المجموعات اليمينية المتطرفة يدفعهم للعنف، أنا أقول نحن أمام صورة مختلفة تماما عن الصورة التي كان يراها العالم لأمريكا. ممكن أن تكون هذه المواقف التي يظل ترامب متمسك بها وباقي 9 أيام فقط على تسليم السلطة، ممكن أن تؤدي إلى حرب أهلية شرسة، وممكن أن تؤدي إلى عواقب ليست سهلة. ترامب لم يتراجع، بل ترامب نادم أنه ألقى خطاب أنه من الممكن أن يسلم السلطة إلى جو بايدن. الأمر جد خطير، وهذه 9 أيام ممكن تحمل أشياء كثيرة جدا للديمقراطية الأمريكية والعالم. في سؤالي الأخير إليك سيد أحمد، يعني ألا يتحمل الناخب الأمريكي نتيجة وصول شخص مثل ترامب للسلطة، وإلى ماذا يؤشر ذلك؟ يتحمل؟ نعم يتحمل، ولكن هذا فعلا الشق الآخر من السؤال. هذا يعطينا نتيجة واضحة جدا أنه يوجد أعداد كبيرة جدا من العنصريين، الظاهرة الترامبية، ظاهرة ترامب، ظاهرة اليمين المتطرف الموجودة في أمريكا وموجودة في أوروبا وفي العالم وتزداد للأسف الشديد. هذه الظاهرة الكبيرة والتي يقودها شخصيات كبيرة في العالم، رؤساء دول وعلى رأسهم رئيس أكبر دولة في العالم أمريكا، ليس ذلك فحسب، تأخر قوات الأمن في الدفاع عن مبنى الكونغرس وقوات الجيش وقوات دفاع حماية واشنطن دي سي، يعني أنه يوجد أيضا كثير من المتنفذين يغضون الطرف عن هذه الأعمال ويتركونهم ليقتحموا حتى مبنى الديمقراطية ومبنى الكونغرس. نحن أمام مرحلة ليست سهلة على الإطلاق، ونحن الآن نرى فيديوهات ونرى أشياء كثيرة جدا تتسرب عن اليمين المتطرف المسلح الذي يقوم بعمليات للأسف الشديد إرهابية كبيرة، ويحاول أن يزجوا باسم الإسلام أو المسلمين أو الملونين في هذه العمليات. من لندن كنت معنا عبر سكايب الداتوك أحمد عامر المستشار في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.